السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني يا جماعة من سلسلة فيديوهات في التقسيمة بتاع المحرك فولفو دي 11 او دي 13، الواحد برضو فيش مشكلة من دي 11 لدي 13. ان شاء الله باذن الله النهارده بعد ما قفلنا وش التقسيمات الداخلي ان شاء الله باذن الله هنعرف ازاي نقفل الترس الثابت يا جماعه، الترس العمومي اللي هو بيدي للكرنك اللي بياخد من كرنك على طول بيدي للتقسيمه. فطبعا اول حاجه هنعملها زي ما انتم شايفين احنا بنقفل الاستيك، وبعد كده يا جماعه بقفل الترس بتاعي، بقفل الترس الثابت بتاعي، الترس الثابت واخد الخلص بتاعه واطمن عليه عشان اطمن عليه لو يكون في اي مشكله، في مشكله في البلي، وبعد كده برجع احل، وبعد كده ارجع احل الصامولة نفسها واطلع الترس بس واسيب القاعدة بتاعته رابطة تمام مفيش منها اي مشكلة، وبعد كده ارجع اقفل التقسيمة بتاعتي كلها بالكامل. فان شاء الله باذن الله فيديو النهارده هنعرف ازاي نقفل الترس الثابت بطريقة سهلة وبسيطة وبطريقة احترافية ان شاء الله باذن الله، ونقيس خلوصه بطريقة مظبوطة يا جماعة، لان صدقوني الترس ده دايما مشاكله كتير. فان شاء الله باذن الله انتظرونا لاخر الفيديو، ان شاء الله باذن الله هنعرف ازاي نقفل الترس الثابت. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين رجعنا لكم تاني، طبعا دلوقتي احنا مع بعضنا زي ما انتم شايفين الترس هو ثابت معايا كامل بالقعده بتاعته. طبعا انا بقفله زي ما انتم شايفين الاول بالقعده بتاعته زي ما هو كده، في ناس ممكن تحل الصاموله وتقفل القعده الاول وترجع بعد كده تطمن عليه ما فيش اي مشكله، بس المشكله انك بترجع تحله برده تاني عشان تقفل الترس التروس التانيه. فزي ما انتم شايفين معايا انا دوبك قفلت الترس وهربط المسامير بتاعته، هظبطها ساعه واربطها ساعه زي ما انتم شايفين معايا، وبعد كده اقيس الخلوص بتاعه واطمن عليه تمام التمام. طبعا انا ما فيش اي تروس راكبه معايا يا جماعه على الترس ده، حتى ترس الكرانك نفسه مش راكب معايا، ما فيش الا الاستيك بس لما اطمن الاول على الترس ده الاول. فزي ما انتم شايفين نقفل المسامير بتاعته، بعد ما اقفل المسامير اقيس الخلوص بتاعها واظبطها يوتن برده كذلك الامر ان شاء الله باذن الله، وبتتظبط بتاخد يوتن يا جماعه وبتاخد زاويه برده كذلك الامر. وبعد كده بعد ما بربطه برجع اخد الخلوص بتاعه تمام مفيش منه اي مشكله واطمن عليه، وبعد كده ارجع احل الصاموله نفسها زي ما انتم شايفين الصاموله ديت، وارجع اطلع الترس واقفل التقسيمه بتاعتي. فان شاء الله باذن الله مع بعضينا كده عشان وقت الفيديو هنربط البلوني المسامير ونرجع مع بعضنا ان شاء الله باذن الله نقيس الخلوص بتاعه. زي ما انتم شايفين يا جماعه الترس الثابت معايا، الترس الثابت نفسه معايا اهوت فاز رقم 2 زي ما انتم شايفين بياخد معايا 25 نيوتن، وبعد كده زاويه 110 25 نيوتن، زي ما انتم شايفين معايا بياخد 25 نيوتن. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه بعد ما قفلنا بعد ما ربطنا زاويه 25 نيوتن، بعد كده بنرجع ناخد زاويه 110 زي ما انتم شايفين معايا بطريقه بسيطه، بجيب الزاويه بتاعتي وابدا اخد زاويه 110 على كل المسامير زي ما انتم شايفين معايا بطريقه سهله وبسيطه، باخد زاويه 110 اول شيء، باخد المسمار عكسه يا جماعه ما بربطش من ورا بعضيه، بربط عكسه طبعا وعلم يا جماعه عشان ما انساش. فهنربط المسامير كده كلها يا جماعه ان شاء الله باذن الله نرجع مع بعضينا زي ما قلنا كده بطريقه سهله وبسيطه، واحده واحده لازم نتعلم يا جماعه عشان ما تنساش مسمار معاك وانت بتربط. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين انا بعد ما ربطت الترس وردت عليه زي ما قلنا ياخد 25 نيوتن البالون الاول، وبعد كده بدي زاويه 110 زي ما انتم شايفين معايا. طبعا الترس لازم يكون خفيف معاك كده بالشكل ده، انا ما بقفلش الترس التاني ده عشان اطمن الاول على الترس ده يا جماعه، لازم يكون خفيف معاك بالشكل ده، لازم يكون خفيف معاك بالشكل ده يا جماعه. طبعا دلوقتي انا اهم شيء عندي
اهم شيء عندي يا جماعه ان انا يعني انا المفروض لو هو في مشكله في الكونتينر بتاعه بقفل القعده بس بتاعته الاول، بعد كده ارجع اربط الصاموله نفسها. انا عندي البوصله نفسها بتاعت الصاموله نفسها اللي انتوا شايفين معايا، بس هي متيله التيل الاوريجينال الاصليه بتاعتها، فانا مش محلتهاش، عايز اطمن الاول على الترس. طبعا الكونتينر جديد، الكونتينر جديد يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده معايا. هنطمن مع بعض على الترس، هنقيس الترس نفسه ونقيس الخلوص بتاعه. اهم شيء عندي يا جماعه اللبه بتاعته شمال يمين، ما يكونش في لبه شمال ويمين، ويكون خفيف معايا في اللفه كده. زي ما انتوا شايفين كده معايا يا جماعه، انا بعمل ايه، انا بصفر العداد نفسه، بصفره نفسه زي ما انتوا شايفين معايا، وببدا اجيب شمال ويمين معايا كده، اجيب شمال ويمين معايا كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ما فيهوش ملي، يعني هو زي ما انتوا شايفين انا ايدي اهي يا جماعه، ما فيهوش ملي، ما بيديش معايا ملي، ما فيش مليات. لازم أن يكون معاك بالشكل ده يا جماعه، لو في خفيف سنه بسيطه لا انت كده عندك خفيه في الكونشنت. ودايما مشاكل الترس ده كتير يا جماعه، الكونشنت اللي هو ده الكونشنت عادي شغال على الزيت، كونشنت عادي خالص زي الكونشنت بتاع البليه بتاعت الجنب او الكلام ده، فيا جماعه دايما بتخف برضه، يعني عشان برضه يكون يعني دايما مشاكلها كتير، دايما بتعمل صوت ورنه في الموتور وتحس ان في تكسره في لما بيكون خفيفه تحس ان في صوت خشن قوي في المحرك نفسه. فزي ما انت شايف كده معايا اهي، ما فيهاش الهواء، بس تيجي تلف بقى تيجي تلف معاك يعني هي ما فيش لبه كده شمال ولا يمين، بس تيجي تلف معاك اهم شيء يكون بيلف معاك بالشكل ده زي ما انت شايف، يلف معاك بالشكل ده بكل سلاسه كده زي ما انت شايف، ما فيهوش الهواء، يعني لبه فوق شمال ويمين كده ما فيهوش الكلام، اللف معاك 100 100. فطبعا زي ما انتوا شايفين معانا كده، انتظرونا ان شاء الله باذن الله. طبعا هنقفل بقى مع بعضنا الترس الثابت اللي تحت بتاع الكرنك الاول، ونبدا برده نقيس الخلوص بتاعهم كده، الخلوص نشوف الخلوص بتاعهم عامل ازاي. فخليكم معانا ان شاء الله باذن الله كده اخر الفيديو، انتظرونا. طبعا يا جماعه مع بعضينا كده هنقفل بقى طبعا الترس الثابت نفسه زي ما انتم شايفين معايا. نحط نسبه زيت بسيطه يا جماعه زي ما انتم شايفين معايا كده على الاستك نفسه، ونقسم الترس مع بعضينا. Ciao, buongiorno Nadine. Amico, attendiamo qui? Io sto facendo un video, si fa tanto rumore. Video? Sì. Vedi, siamo qui con noi, ma... Un'esbezza abbastanza bordo. طبعا زي ما انتم شايفين البونت اهي يا جماعه، العلامه نفسها اللي هي بتاع التقسيمه زي ما انتم شايفين معايا هي، والعلامتين التانيين برضو كذلك الامر هنا اهمت، اعلمهم عشان يكونوا ظاهرين معاكم في الكاميرا. طبعا انا هقفل زي ما انتم شايفين معايا، انا بقسم على بجيب التقسيمه على البتاع على نفسه العلام، وبرجع اظبط ده من جد مرتله بلاستيكو بلاستيكو. ماشي ده مدوب باللوني كورتو كويس عشان هيكو
شورت وتربطنه كورت ودوبلوني بروبو. طبعا يا جماعه الاثنين بلون زي ما انتم شايفين معايا. واحدة واحدة عشان الاستيك يا جماعة تسحب معك الاستيك نفسه. وزي ما انت شايف بضغط لانه بيركب كبس يا جماعة. طبعا الاستيك ده يا جماعة لو مش مظبوط بيعمل مشكلة كبيرة وبيجيب زيت على ال 25 نيوتن يا جماعة برضو. طبعا بطمن ان كل التروس تمام يا جماعه. شوفوا زي ما انتم شايفين خلص معايا بس انا برضه هقيس واوريه لكم ان شاء الله باذن الله. ده مدور باللوني جراندي. ها؟ نو شلي باللوني بالفلانه. كويلا باللوني جراندي لونجو. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين سيكويل كويل كل شيء دوا زي ما انتم شايفين. انا هوريكم دلوقتي حاليا عايز خلصه دلوقتي حالا زي ما انتم شايفين معايا واحده واحده مع بعضينا كده. طبعا يا جماعه بجيبها على السنه نفسها وزي ما تشوف هنا معايا. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده معايا يا جماعه. انا طبعا مصفر العداد ده زي ما انتم شايفين معايا. طبعا العداد على الصفر اهوت طبعا وعلى الجنب ده. طبعا ببدا زي ما انتم شايفين معايا مظبوط يا جماعة على الجنب التاني بحس انه يدينا علو مظبوط. زي ما انتم شايفين يا جماعة في 12 ملي بالظبط مفوش اكتر من كده. زيرو 12
من 0 ل 12 معاك، من 10 لحد 12 لحد 15 مللي مفيش مشكله معاك زي ما انت شايف كده معايا اهو. فاهم شيء يا جماعه الخلوص، تبدا تقيس واحده واحده. يعني انا قفلت دي الاول عشان خاطر اقيس خلوصه مظبوط، وبعد كده رجعت قفلت الترس التحتاني برضو عشان ابدا اشوف الخلوص بتاع الترس الثابت بتاع الترس بتاع الترس اللي هو المناول نفسه الاساسي. بطمن عليهم واحده واحده. طبعا ببدا اقفل الترس ده واقفل ترس الكاما برضو كذلك الامر، وابدا اقيس خلوصهم برضو تاني كذلك الامر. يعني بتاخدها مرحله مرحله. فزي ما انت شايف كده معايا اهو، من 0 ل 12 ل 12 مللي زي ما انت شايف كده معايا. وبكده يا جماعه ان شاء الله باذن الله نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله هنعرفكم ازاي احنا بعد ما قفلنا ترس الكرنكو والترس الثابت ان شاء الله باذن الله هنبدا نحل الصاموله عشان نطلع الترس بتاعنا ونقفل بقيه التقسيمه ان شاء الله باذن الله بطريقه سهله وبسيطه. لانك ما ينفعش تقفل بقيه التقسيمه لما طبعا انا بحل الصاموله بس وبسيب القاعده بتاعه الترس نفسها، لان انا قست وظبطت وربطت كله تمام معايا مفيش اي مشكله. فاتمنى يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو، وان شاء الله باذن الله انتظرونا في سلسله فيديوهات تقسيمه محرك فولفو دي 11. فان شاء الله باذن الله يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو، واي حد محتاج اي سؤال يكتب لي في التعليقات وان شاء الله ارد عليه في اقرب وقت. وما تنسوناش بدعمكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.